الرحمن الرحيم. إن لله وإنا إليه راجعون. بهذه المناسبة العليمة تفقد الأمة الجزائرية والعربية والإسلامية العلامة القدير الأستاذ الدكتور عبد الملك مرتضى، الناقد الكبير في مجال النقد والأدب واللغة. نحن اليوم نتحسر جميعا على فقدان هذا الرمز من رموز الأمة العربية. نتمنى من الله العلي القدير أن يرحمه بواسع رحمته. بلغ الحزن والأسى، تلقينا نحن أساتذة قسم اللغة والأدب العربي نبأ وفاة المغفور له الأب والأخ والأستاذ، أستاذ الأساتذة، أستاذ الجزائر وأستاذ الأمة العربية، الأستاذ عبد الملك مرتضى. فقدنا عميد اللغة والأدب العربي، عميد اللغة العربية، عميد جلالة اللغة العربية. كتب وظل يكتب لها وظل يكتب للأمة للوطن. رحم الله الفقيد وأسكنه في سحى جناته. السلام عليكم ورحمة الله. علاقتي بالأستاذ عبد الملك مرتضى علاقة علمية، لأنني كنت أحضر بعض محاضراته. أقول عن المرحوم أنه كان منفتح على جميع التخصصات، كان موسوعيا، وكذلك كان متواضعا يتحدث مع الجميع، وكذلك يتعامل بلطف مع كل من يسأله أو يقترب منه. أمام هذا المصاب الجلل الذي فقدنا فيه أستاذ الجيل، عميد الأدب الجزائري أستاذ دكتور عبد الملك مرتضى، لا نملك إلا أن نصبر ونصطبر ونحتسبه ونحتسب علمه صدقة جارية لكل الأجيال، ونحسب أنه ترك مؤلفات كثيرة في الأدب، في اللغة، في الرواية، في الشعر، في المسرح، يعني وهذا الزخم الإبداعي كان محل تضارس عبر الأجيال، وسيبقى ظهر للأجيال القادمة حتى تستكنيها الأدب الجزائري والأدب